فضل الشيخ، رؤية رجل واحد ثقة نعم يكفي دخول الشهر؟ نعم. هل يشترط فيها أن يكون ثقة؟ هو ليس أهل العلم يقولون بأنه عدل، قال يشترطوا بأنه يكون عدلا. والعدالة هنا الحقيقة هي ملكة تمنع الإنسان من الوقوع في الكبائر، وأيضا تمنعه من تلبس بالصغائر الذنوب أو التي تخرم المروات. المقصود بأنه إذا شهد مسلم ظاهره العدالة، ظاهره العدالة، يعني لم يعرف عنه أو يشتهر عنه الكذب بأنه رأى الهلال، صام الناس ولله. وأيضا إذا أكمل الناس شعبان 30 يوما، حيث أنهم لم يروا الهلال، وجب عليهم أن يكملوا شعبان 30 يوما، ثم بعد ذلك يصوم رمضان. طيب فضل الشيخ، هل يقوم مقام الرجل واحد امرأتين؟ بعض أهل العلم يرى بأنه إذا لم يره الرجال ورأته أكثر من امرأة، قالوا بأنه تقوم المرأة مقام الرجل. هذا قول لبعض الفقهاء، وهو قول وجيه. إذا شهدت امرأتان برؤية الهلال صام الناس، قياسا على الشهادة، لأن هي الشهادة في الحقيقة تخرج على أنها شهادة، فقياسا على ما سبق من أحكام جهة شهادة المرأة في بعض أبواب الفقه، فيرون بأن المرأة هنا لو شهدت امرأة ثم عرضتها شهادة امرأة أخرى صام الناس ولله.